أعلنت وزارة الصحة تسجيل 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعة 24 الماضية، فيما سجلت حالتي وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 2403 حالات وفاة بسبب كوفيد-19. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 598 حالة من المرض. وتدعو وزارة الصحة الراغبين في الحصول على اللقاح المضاد لكورونا التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة من خلال المسح على الكود الظاهر على الشاشة.